مع محبتي للجميع لا أزال أعتبر العدالة ما بتعتكف. إيه؟ كل يوم نحن بنحكي إنه أوكي الخمسمائة قاضي، أنا هون عم بقولها مش بعدائي بمحبة، لأنه أنا بقول القضاء بلبنان بعدني مصر إنه قضاتنا أفهم قضات وأحسن قضات، واللي بيقدر يشتغل بهالجو الخطير حتى أمنيا بيكون فدائي. يعني أنا هون مش عم بقولها بعدائي، بس إنه في 500 قاضي عندهم مدخول ثابت ولو كان ضئيل، وعندهم من صندوق التعاضد قضايا شوي مدارس شوي. انا هلا جاي قصه 6000 دولار على اولاد اثنين اول دفعه باليسوعي، شو بعمل انه هيك بدنا نحكي؟ طيب في كل العالم مارقين بهالازمه مش بس القضاة. ثانيا شغل المحامي، وهيدي بدي اوضحها، واذا غلطان والله بعتذر، شغل المحامي مرتبط بشغل القاضي. يعني اذا القاضي ما اشتغل ان شاء الله عم بيطلع معاشه، وعم بيطلع 100 دولار بالشهر و500 دولار بالشهر عم بيقبضوا المحامي. اذا ما اشتغل القاضي ما بيقدر يشتغل صحيح. المحامي نعم. بينما العكس صحيح. نعم. يعني انه بيقدر القاضي بيجي مره بالجمعه او بالجمعتين يخلص ملفات، لانه اولا بيكون عم بيقوم برسالته، بيكون عم بيشتغل وعم بيشغل المحامي وعم بيشغل الموظفين، هي سلطة قضائية، وبيكون كمان عم بيدخل مصاري للقضاء. نعم سلطة قضائية ما لها حق تعتكف. يعني أبدا أنا بعدني مصر على كلمتي إنه كابتن طيارة إذا اعتكف طيارة بتصير بالبحر قدام المذيعين. بالنسبة للدعاوى واقفة بسبب الاعتكاف، عم بقول لك إياها مباشرة. اثنين بالنسبة لغير شيء كل يوم عم ننادي. شو أنا مش أنا لو كنت القاضي اللي هيدا بيجي بلقط كل بحقق مع كل رؤساء مجالس إدارة البنوك والمسؤولين بالبنوك، واللي لازم يتوقف يتوقف، وأنا عم بقلك ما بتسمعين غير من 48 ساعة إذا ما بيرجعوا المصاري اللي اخدينا. في عندك مصاري، وحتى هن اعترفوا إنه وقت كنا نجتمع معهم لأصحاب المصارف بالهيدا إنه في 7-8 مليار في كذا، بس لمين بنعطيهم؟ ما بياخدون دواء وبياكلون وبيعملوا كذا، هن حاطين مصاري مطلعينها برا. انا كمواطن حاط مصرياتي عندك، لو مثلا جيتي هلا قلتي لي انه هالبنك احترق، هالبنك فلس، هالبنك كذا، بقول بس البنك بعده قدامك والموظفين قدامك واصحاب البنك نصهم عندهم طيارات. انا مش بس مستقل، واتحدى حدا يقول بيمون علي، مضطر اقولهم. وانا ما يعني ما حدا بيمون علي بهدني ولا حدا له علي الا المحامين. اوكي انا ما عندي شيء بهدني خبي، اذا في حدا عنده انه موظف ما موظف او الى اخره ليه يجوا هلا دغري نفتح هلا تحقيق. هلا انت على الهوا عندك بعين بجي دغري مفوض اصل عدل او اي عضو يجوا يحققوا، او حتى هني بدهم انه يفوتوا على اي شيء يقولوا، بس هيك ترمى الامور ما